تختلف الكتل السياسية مع الحكومة، وتختلف فيما بينها أيضاً، ويختلف معهم الشعب، ويتفقون جميعاً على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة، ولكن كيف ومتى ذلك خلاف آخر. مفوضية الانتخابات المؤتمنة على المسار الديمقراطي المفقود بطبيعة الحال ما تزال تمثل أحد عقد المشكلة، لا سيما بعد أن أثارت مؤخراً مخاوف الناخبين من عدم استقلاليتها، وذلك بعد تعيينها عدداً من المديرين العامين دون مشاركة بعثة الأمم المتحدة في العراق في اختيارهم وتعيينهم، أو على الأقل الإشراف على عملية الاختيار، وهو ما دفع البعثة الأممية نحو عدم التصديق على العملية التي لم ترق إلى المعايير الدولية لإدارة الانتخابات. وفي الوقت الذي يؤكد فيه قانونيون عدم وجود القوانين التي تحدد آلية اختيار المديرين العامين في المفوضية، تبقى قضية عدم إشراف الأمم المتحدة على العملية مصدر قلق يستبق الانتخابات المبكرة ليضعف الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، فيما تعيق الانتخابات المرتقبة عدد من العقبات القانونية والإجرائية، تبدأ بقانون الانتخابات ولا تنتهي عند مشكلات المحكمة الاتحادية وعدم اكتمال نصابها اللازم للتصديق على نتائج الانتخابات، حيث تدور جميع المشكلات باختلاف أنواعها حول العوائق السياسية، حيث تسعى جميع الأطراف السياسية إلى إجراء انتخابات تناسب مقاسها ولا تبعدها عن مركز اتخاذ القرار مهما كان القرار الشعبي.